دخل إلى عالم الاختراعات وهو في سن العاشرة، وحصل على لقب أحسن ثاني مخترع على مستوى العالم، وذلك بالمعرض الدولي الرابع للاختراعات بالكويت. إنه طالب الثانوية العامة المصري طارق محمود. 8 اختراعات وقرابة 120 بحثا علميا هي حصيلة طارق حتى الآن، والذي يحلم بدخول كلية علمية تساعده على تحقيق أفكاره في المستقبل. المزيد في تقرير سمر بشات من القاهرة. على مدى 7 سنوات عكف طالب الثانوية العامة المصري طارق محمود ذو 17 عاما على ابتكار مجموعة اختراعات، كان آخرها اختراع يعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال استخدام المياه الزائدة نتيجة ارتفاع منسوب البحار في توليد الكهرباء والحصول على ماء عذب. حصل طارق بهذا الاختراع على لقب ثاني أحسن مخترع في العالم وجائزة فضية من المعرض الدولي الرابع للاختراعات بالكويت. الفايدة من الاختراع، أول حاجة أحصل على طاقة كهربائية من مولدات وطاقة كهربائية من خلايا شمسية، دي أول حاجة. تاني حاجة هحصل على مية عذبة بكميات كبيرة. تاني حاجة هحصل على أملاح مهمة، على أحماض مهمة زي حمض الهيدروكلوريك، ودي ليها قيمة صناعية. بالتالي من كل المقاومات دي أنا ممكن أزرع الأراضي الصحراوية، وبالتالي الأراضي الصحراوية دي اللي تتحول إلى أراضي زراعية تسحب لي أكبر نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي مسببة لذرة الاحتباس الحراري. يعتمد الاختراع الذي يعتبر منظومة مكونة من 4 اختراعات يعتمد على حفر أنابيب من البحر إلى الأرض بزاوية تسمح بمرور المياه بالجاذبية الأرضية. المنظومة بتاعت 4 اختراعات كلهم بيشتغلوا مع بعضهم بحيث أن أنا أحصل على زي قفة الدومينة كده بالظبط، دايرة مقفولة. الشغل اللي في المنظومات اختراعات المخترعين العالم ما بيشتغلوش فيه، لأن هو بيبقى فيه سنة من التعقد، وتاني حاجة هم بيفكروا في التكلفة. يعني لازم أنا لما أكون عامل المنظومة ما استخدمش مواد خام كتير، ما جيبش حاجات عشان تشغل المنظومة، لا، المنظومة كلها بتشتغل من بعديها لبعض. ظهرت بوادر حب العلم على طارق منذ أن كان صغيرا، وحرصت أسرته على توفير مكان ليكون بمثابة معمله الخاص. هو كل بنجيب له اللعب زي أي طفل عادي، بس كان يعني مثلا يفك العربية ويرجع يركبها، دي اللي كانت يعني أعجوبة شوية، وإنها تبقى ما تشتغل تاني أو أي حاجة. يعني ممكن مش العربية بس، ممكن المسدس، ممكن أي حاجة، أي لعبة طفل. وإلى جانب الاختراعات التي وصلت إلى 8، قام طارق بعمل قرابة 120 بحثا علميا، ويحلم طارق بدخول كلية علمية تساعده على تنفيذ أفكاره في المستقبل. سمر بشات، العربية، القاهرة. وينضم إلينا من القاهرة الطالب طارق محمود الحائز على لقب أحسن ثاني مخترع على مستوى العالم. صباح الخير يا طارق، خليني في البداية أبارك لك وبعدين أبتدي وأسألك، كيف أنت أساساً جاتك فكرة أنك تشارك في هذه المسابقة، وكيف كان شعورك لما عرفت أنه فزت؟ أولاً صباح النور. تاني حاجة، كان اشتراكي في المسابقة هو يعني تقريبا نجاح اكتر من ان اخد جائزة، لانها تاني اكبر مسابقة في العالم، معرض الدولي الرابع للاختراعات. وكان شعوري اول ما فزت بالمسابقة ان انا كنت مخضوض، وكنتش مصدق ان انا يعني خدت ميدالية فضية في علوم البيئة والطاقة. وكان بالنسبة لي كل العلماء الموجودين حتى في المعرض باركوا لي جدا وقالوا لي ان دي بداية مش متوسطة، لا دي بداية قوية جدا، خصوصا ان المركز الاول هو روسي عنده 77 سنة، فالفرق ما بيني وما بينه هو 60 سنة. ده بيديني دفعة كويسة، خصوصا ان اعتبر اصغر واحد موجود في المعرض. طيب هنا خلينا نتعرف هيك على يعني حياتك بشكل عام. انه ان تكون مخترع ليس بالأمر السهل، وأن تكتب طبعا تلك الأبحاث 120 بحث مش مسألة سهلة، وأنت يعني لاحظنا في التقرير تهتم بعلوم البيئة والطاقة. من متى بدأت تشعر طارق بأنه عندك هذه الميول نحو يعني هذه العلوم، وبالتالي أن تصبح باحثا لتصل إلى مرتبة المخترع؟ في البداية
كان بداية عادية جدا، يعني كنت في درس عادي جدا كأستاذ زكريا إبراهيم الصوفي لاحظ فيها ان انا نابغة في العلوم، ان عندي فكر، يعني مش مجرد ان انا باخد المعلومة احفظها احطها في الامتحان، لا عندي فكر ازاي نستخدم المعلومة دي. فقرر ان هو يجيب لي كتبه بتاعت كليات العلوم وقعد يقرأ لي، يقول لي يعني اقرأ الكتب دي، يعني لحد ما حصلت على كمية كبيرة جدا من المعلومات، وقال لي انت لازم تستخدم عقلك ده وعلمك ده في ان انت ازاي تفيد البشرية. اما بالنسبة لل 120 بحث فكلهم كانوا في مجال الاختراع بتاعي، يعني مثلا بالنسبة لأي اختراع لازم تكون في أبحاث قائمة عليه، لأن حتى أن تثبت صحة نظريتك أو تثبت صحة الحاجات الواقعة بجانب الاختراع بتاعك. طارق، يعني أنت عمرك 17 سنة ما شاء الله، متى لحقت تعمل هذه الأشياء؟ هل بتمارس أشياء مثلا، يعني بتطلع مثلا مع أصحابك أو بتلعب بلاي ستيشن أو أي شيء تاني يعني اللي من الناس بيعملوه في عمر 17؟ هل عندك وقت لأشياءك التانية أنك تعيش حياة عادية يعني؟ أنا شاب عادي جدا، بسمع أغاني وبخرج وبعمل حاجات كتير جدا. متى الوقت يا طارق؟ أعطيني الوصفة جداً. السحرية يعني اعطيني اياها، انا دحين ماني قادر اعمل هذه الوصفه السحريه. التنظيم بس. التنظيم يعني كل شيء يبقى في وقته وكل شيء يبقى ليه ميعاد معين، وعدم التكاسل، يعني عدم يعني اللي بياكل من حياه الانسان هو الكسل والنوم. لا يعني احنا كلنا مخلوقين، يعني احنا كنا ممكن نتخلق اي جماد او اي او اي حيوان تاني، احنا مخلوقين بني ادم، يبقى اكيد في رساله احنا بنأديها. فنأديها، يعني لو كل واحد سال نفسه ايه رسالتي كمخلوق انسان، هيعرف ازاي ينظم وقته ويعرف ازاي يصل الى هدفه. طيب طارق، يعني مساله البحث العلمي وان يسعى الانسان من اجل اختراع ما، لابد من ان يكون محتاج مثلا الى عناصر، الى مواد، الى ما دون ذلك ان تتوفر حتى يعني يواصل هذا البحث. قديش تجد اما صعوبة او سهولة في ان تتوفر لديك كل ما تحتاجه في سبيل علمك؟ الحكاية دي بترجع اولا، الشغل بيبقى في البداية بالنسبة للاختراع بيبقى على الورق كله، بيبقى نظريا. بعد كده بنيجي اما نيجي نطبقه علميا، او بمعنى صح نعمله بروتوتايب معين. اي نعم بنلاقي صعوبة، لكن بتهيألي ان مجرد انت تفكر في مشروع كبير او تفكر في فكرة كبيرة وتثبت صحة فلسفتك او نظريتك فيه، فممكن يعني بتهيألي ان انت تعمل بروتوتايب او تعمل شكل مصغر من الاختراع مش دي المشكلة. المشكلة الاكبر ان قدامك مشكلة بتواجه المجتمع فكيفية حلها. لكن بالنسبة للادوات او كده، فممكن بستخدمها من حاجات موجودة في البيت، أو ممكن بنزل مناطق معينة متخصصة في الحاجات دي وبجيبها وبجمعها وبحمل أعمل بروتوتايب لفاعلية زي فاعلية الاختراع، اللي يعني الشكل اللي مراد تنفيذه بالضبط. طيب طارق، إيش تحب تتخصص في الجامعة وفين تحب تروح تدرس؟ أنا بتمنى، يعني أتمنى، يعني دي أمنياتي الكبيرة جدا، إن أنا ألتحق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ده يعني الهدف الأول في حياتي. أما بالنسبة للتخصص، فأنا عندي استعداد أن أنا أدرس كل العلوم بتاعت الدنيا كلها، حتى لو كانت العلوم أدب أو فقه أو فلسفة، غير يعني العلم عموما، يعني أنا بحب العلم عموما، مش طيب. مش حكاية أن أنا متخصص في العلوم، وخصوصا أن المنظومة بتاعتي بتحل مشاكل سياسية واقتصادية تانية، يعني المنظومة مش بتحل مشكلة علمية بس. يعني يبدو أن المشاكل السياسية الوحيدة اللي مش عم تنحل. فعلى كل حال طارق، كل عالم أو هناك خلينا نقول بعض الاختراعات ارتبطت باسم عالم معين، قديش تطمح بأن يكون لك شيء معين تقدم له اختراعه أو اكتشافه ويرتبط باسمك؟ يعني شو الشيء اللي بتفكر فيه أنت؟ بص حضرتك، أنا كل ما تمنيته إن أنا يعني أكون في معملي وأطلع حاجات تفيد البشرية دون أن يعني ما أكون ما وصلت للشهرة اللي أنا فيها دي، بس يعني حضرتك شايف إيه اللي حصل، يعني أنا كنتش متوقع كده خالص. أما بالنسبة للاختراع اللي نفسي يرتبط باسمي، فنفسي ما يكونش ليا حاجة واحدة، يعني مثلا زي أينشتاين نظرية النسبية أو غيره مرتبط بحاجة. أنا نفسي يبقى متفرع متعدد الفوائد للبشرية عموما.
وأنا عموما بكره الطاقات والحاجات الجديدة اللي أثرت في البيئة جدا، لأن أنا شايف أن الإنسان هو يعني إيه أحدث مخلوق على وجه الأرض، فبالتالي يجب عليه احترام البيئة اللي هو موجود أحدث صحيح. كائن عليها. فبالتالي احنا فقدنا الاحترام للبيئة، فيجب ايه يعني ده هدفي ان انا اعيد احترامها للبيئة، وازاي نستغل الطاقة اللي موجودة في البيئة في انها تيسر لنا حياتنا دون النظر الى بعض الطاقات الاخرى زي الطاقة النووية وغيرها اللي بتسبب ضرر كبير للبيئة. طيب احنا في الواقع يعني بدي اشكرك واقول لك انه راح نتبع بصباح العربية نشاطك العلمي، واي شيء يعني تقدمه تخترعه تكتشفه نعدك في ان تكون ضيف في صباح العربية معنا من القاهرة الطالب العالم الصغير دعوني اقول طارق محمود الحائز على لقب احسن ثاني مخترع على مستوى العالم، انت فخر للعرب، شكرا جزيلا لك. الان نتوقف مع فاصل قصير، بعد ذلك موجز الانباء ثم العودة الى فقرات صباح العربية.